بسم الله الرحمن الرحيم. بحيي حضراتكم مهندس احمد شاوي السيد مرسي، احد مزارع المدينه المنوره المملكه العربيه السعوديه. والنهارده واحنا بنمر كده بنشوف طبعا في احد المزارع، بنلاقي طبعا ان النخله بتطيح، فنصحنا المزارع ان هو يقص الجزء ده كده. وطبعا ده هنا بيبقى فيه اصابات زي ما احنا قلنا قبل كده ما بتخلصش، فلازم كل ده يتطهر وينضف، واحط الجزء ده ازرعه تاني بعد ما اطهره واحط عليه اي مواد حشريه. طيب والبقايا دي كلها لازم تتخلص منها ولازم تولع فيها. اخد الجريد ده على جنب واخد البقايا دي كلها ويتم ايه حرقها. الجزء بتاع الجريده ده بيتقص لحد هنا كده، والجزء اللي هنا ده برضو بيتم حرقه، لان احنا بنشوف هنا اليرق اهي. يعني الاصابه موجوده، لازم ايه اهي شايفين، لازم كل ده اتخلص منه. طبعا عندها قدره انها تختفي جوه اهي. الموضوع ما بينتهيش على كده، كل ده وباء. يعني اللي صاحب المزرعه بيشوف ان النخله طاحت خلاص خلاص الله يعوض علينا، لكن برضه ما ينساش ان كل حشره من الحشرات ديت اهي، كل حشره من هنا بتجيب ايه الحشره دي بتاعت سوس النخيل اهي. طبعا بتعمل لها من 200 ل 300 بيضه بيبقوا يرقات وتشتغل تاني، موضوع ما بينتهيش. موضوع صعب جدا ما بينتهيش على كده. اهي الاول اللي الحشره، وبعد كده تروح تبيض من 200 ل 300، وبعد كده تبقى يرقات صغيره تخش تعمل انفاق جوه من هنا تاكل لما تشبع، وبعدين تبقى كبيره زي كده، وبعد ما تكبر خالص تروح عامله لنفسها شرنقه، شرنقه هي من الليف ذات نفسه اهو، وبعد كده تخرج حشره تاني. طبعا ده سبحان الله في خلقه، طبعا هو قادر على كل شيء. بيعلمنا برضو ان الانسان ممكن برضو يخش القبر ويطلع تاني. شوفوا هنا حشره يرقه، وبعدين حشره، وبعدين حشره وبيض، وبعد كده تطلع تاني تصيب تاني من ايه من النخيل. الموضوع مش سهل ان انا بعد ما اخلص اروح سايب كل ده، لا لازم اخلي بالي. لازم بعد كل ده اتخلص من كل الوباء ده. بالتجربه ان الحرق بالدفن بتطلع تاني الحشره باتجاه الضوء، باتجاه التنفس بتاعها الاكسجين، فبالتالي تطلع تاني وتصيب لنا نخل تاني. احنا في غنى عن كل ده، فهنا لازم الجزء اللي زي كده النخله لا قدر الله وقعت زي كده ما سيبهاش. برده من فوق بيبقى فيه اصابات، لازم برضه افضي دواء او اقص الجزء اللي فوق ده هو المصاب واحرقه واسيب الخشب ده استنفع منه. لكن الموضوع ما سيبوش كده ان هو خلاص عادية الكرام، لا الموضوع اخطر مما تتخيل. النخله مش بتقع وخلاص على كده، لا ده هم 200 حشره واحده تجيب لها من 200 ل 300 كفيله انها تملى المزرعه بالكامل. احنا طبعا هنا بنقضي على الحشرات بتاعتنا، وبنقول طبعا للناس تكافح ازاي. كلها خدمات مجانية للناس عشان تاخد بالها وتحاول تستفيد من اللي احنا بنعمله لها. اهو جريد زي كده بستفاد منه اطلعه بره، لكن الجريد اللي زي كده اقص الجزء ده عشان بيبقى فيه ايه، بيبقى مصاب. الجزء اللي زي ده كله مصاب. طيب الجزء ده اخضر لسه ممكن ازرعه، وبتثبت النتيجه برضو ان بيبقى حوالي 40 50 60% نسبه نجاح ليه، بتتزرع وتطلع تاني، بس بشرط ان انا اشيل كل ده اهو. كل ده مكان اصابات، انضف لحد ما اوصل للاخر الجزء الحلو وازرعها واسمي الله، ممكن تطلع معاك تاني. بضلل عليها بسبايت او بالجريد وارشها من فوق اخلي بالي. طبعا انا بقول ليه شيل دوت، حتى بعد ما انضف ممكن الاقي جزء صغير خالص فيه دود صغنون طلع من جوه اساسا، فيروح داخل جوه تاني، يبقى انا ما عملتش حاجه.
برضو قبل ما بزرعه لازم ارشه باي مبيد عشان اتاكد برضو انه ما يخشش للقمه تحت. واستفاد منها تاني وتسبح بحمد ربنا. لازم اتخلص زي ما انا قلت لحضراتكم من البقايا، وبصفه مستمره امشي واشوف اي ملاحظات لعلامات سوسة النخيل. واحنا قلنا قبل كده بلاقي راكب ميت، الاقي جريده يابسه، الاقي فسيله ميته، الاقي قرد انشاره، الاقي زي كده شرانق، الاقي بعض النشاره الصغيره، الاقي ليفه الاقيه مرطب كده زي ما يكون حد منعكشه، ماده سيلان، اشوف شكل النخله مش عاجبني. يعني ممكن الاقي زي كده انشار، ممكن اي حاجه، اي ملاحظه ما سيبهاش تعدي تعديه الكرام والنخله تقع مني، ويا ريتها تقع زي كده وتقف خلاص. لا، ده انا بيطلع من عندي وباء. زي ما احنا قلنا ان الحشره بتبيض من 200 ل 300 بتطير في هدف مستمر. احنا بنلاحظ ان هنا كان منطقه وباء، نلاحظ الاصابات كلها هنلاقيها دايما في القمة، حوالين منها كله في القمة. طبعا دي اتعالجت خلاص وسبحت ربنا اتلحقت. هنا نفس الحكايه برضه هنلاقيها في القمة. عادة بنلاقي ان الاصابة اذا كانت موجودة بتمسك منطقة القمة كلها بالكامل، فاحنا نخلي بالنا عشان ما نقعش في الاخطاء. اول باول لازم تقوم بعملية المكافحة، والا مش هتعرف تسيطر على الاصابة، هيبقى ده الحل بتاعك. دي طبعا انت ما توصلش، ما تحبش توصل للدرجة دي، يبقى لازم يكون عندك فني فاهم مدرب. وما نعتمدش بقى عفوا يعني على الوزارات الزراعه، لان طبعا مش معقول هيحطوا كل مهندس على كل نخله. لازم تتدرب وتروح تسال ايه العلامات بتاعتها وعالج ازاي، واخد بالي من كل صغيره وكل كبيره، لان ده حاجتك انت، مزرعتك بتاكل منها عيش، حافظ عليها. قلنا انها بتبيض من 200 ل 300، كل يقيسوا من 3 ل 7 ايام حسب درجات الحراره، ولها حوالي 4 أجيال في العام. تخش جوه تاكل وتبقى حجم كبير زي ما احنا شفنا كده هنا اهو، وبعد كده طبعا تتحول بشرنقه، تدخل جوه شرنقه اهي، تعمل لها زي مقبره، وتخش بقدره قادر جوه، وتخرج لنا حشره تاني كبيره زي كده، وترجع تبيض تاني، وهكذا. موضوع ما وقفش بقى على ان النخله وقع، لا، ده انا لازم اشيل كل اللي جوه ده حتى لو كلفتني ايه. لازم اللي فوق ده مش معنى كده انها وقعت سبتها، لا، هتدمر لك بيت المزرعه، لانها مليانه اجيال من الحشرات واليرقات وكده. برضه لسه لازال اللي جوه ده اخضر، ده عشان يتيبس من جوه يحتاج وقت زمني بعيد. ففي الحاله ديت اليرقات اللي جوه تكون كلت وعملت شرنقه وتطلع حشرات، موضوع ما بينتهيش. يبقى انا بنبه على ان لازم ازاله الجزء ده وبالراحه، لان برضو وانت بتزيله بيتحرك منك. ان عرفت تجيب كروسين او اي حاجه من فوق او اي مبيد حتى لو كلفك قد علاج النخله مرتين، لان ده بيأثر على المزرعه بالكامل. ما هو موجود جوه ده برميل فاضي، او زي ما بنقول فندق ومليان اوض، غرف من الداخل وانترات، دي حاميه نفسها، دي فيها تكييف، دي جوه، من جوه النخله زي كده، كل يرقه من جوه بتعمل نفق وتخش وتتلاعب شمال ويمين لحد ما تأمن نفسها، وتروح بقى ايه تاكل وتفرغ، ومحدش حتى تحط المبيد ما يوصلوش الا اذا كنت انت فني وفاهم، عارف بتحط المبيد بتاعك فين عشان ينزل عليها ويقضي عليه. فهنا ده كوكتيل، او زي ما بقولوا قنبله موقوته، هو ده. يبقى لازم كمان مش خلاص وقعت منك اسيبها، لازم اتخلص اساسا من الايه الساق والبقايا اللي عندك ديت، عشان خاطر ما تجيبليش تاني حشرات تنتشر في المزرعه عامه. هنا زي ما احنا قلنا الجزء برضو ده لازال في حياه، هاخده ازرعه، بس الاول لازم اشيل الاجزاء دي. دي اجزاء اصابه فيها يرقات تخش جوه، لازم انضف كل ده واحط له اي مبيد حشري قوي واعفره واروح زرعه بفضل الله، ممكن يطلع معاك تاني، ونسبه النجاح برضو بتاعته حلوه مش وحشه. ارجو ان نكون النهارده استفدنا بالفيديو بتاعنا. حتى القاكم على خير. خلص تحياتي لكم، مهندس احمد شاوي السيد مرسي، احد مزارع المدينه المنوره المملكه العربيه السعوديه.